حتى قبل إسقاط الحكم الإمامي. لا يأتي ذكر عمر الجاوي إلا وتذكر مآثره، فهو من الشخصيات التي غيرت مجرى الحياة السياسية كقيادي بارز في حزب التجمع الوحدوي، كما كان واحدا ممن شاركوا في صياغة وثيقة العهد والاتفاق قبل اندلاع حرب صيف 94، والتي هدفت إلى محاولة لرأب الصدع بين الفرقاء حينذاك في دولة الوحدة. شارك على رأس المقاومة الشعبية في عندما حصرت صنعاء في نهاية 67 بداية 68. سجل الجاوي مسيرته في أكثر من صفحة، بين السياسي إلى الجانب الأدبي الذي أثره في عدد من المؤلفات الصحفية والأدبية والسياسية، من أهمها حصار صنعاء ومجلة الحكمة الشهيرة، ناهيك عن إسهاماته في تأسيس العديد من المنظمات والأندية الثقافية والأدبية والرياضية. يعني لم نترك مجالا من المجالات منذ سنين طويلة إلا وطرقناه، وكنا نحرك القضية على أساس الوحدة اليمن. وآخر مؤتمر رفع شعار تصور أن تحقق الوحدة اليمنية في الصدارة من مهام أجيالنا. الأدب والسياسة عمر لكرة القدم بمناسبة الذكرى. أقام نادي الانطلاق الرياضي بمحافظة لحج بطولة تحمل مضامين الوفاة للمناضلين الذين انخرطوا في الحركة الوطنية، وأبرزهم عمر الجاوي. تقليدا لذكرى وفاة فقيد الأدب والسياسة الفقيد عمر عبد الله الجاوي، أقمنا هذه البطولة بمشاركة أندية عدن ولحج، وذلك وفاء منا بكابنا الوهط لهذه الشخصية الهامة والقامة التي أثرت المجال الثقافي والإبداعي والنضالي على مدى 50 عام. 6 فرق رياضية في محافظة لحج وعدن تشارك في إحياء ذكرى رحيله، احتفاء بمسيرته الخالدة التي طويت في مثل هذا الشهر من عام 97، حيث رحل عن عمر ينازو 59 عاما. مختار شعتل لقناة بلقيس، محافظة ولحج.